تشهد كربلاء هذا اليوم هي الزيارة المليونية، ولذلك اليوم اهتمام كبير زيارة القائد العام للقوات المسلحة المحترم وما ينتج عنها من توجيهات هي حاضرة في العمل الميداني والأمني والخدمي. علما الخطة بإشراف اللجنة الأمنية الأخ وزير الداخلية الذي شرف يوم أمس إلى كربلاء، وأيضا لقائه بالأخوة القادة قادة عمليات الجيش والحشد الشعبي وقائد الشرطة والقيادات الأخرى، وأيضا ما نتج عنها وزيارة الرئيس أركان الجيش المحترم وللمرة الثانية قبل بدء بالخطة ويوم وهذا اليوم. الخطة تسير حقيقة بشكل اعتيادي ومثلما خطط إليها في الخطط الأمنية، وهذا ينعكس على الاستقرار الأمني من خلال وحضور الزوار بتوقيت مبكر وأعداد كبيرة وبجهود كبيرة وحثيثة تقدم من قبل محافظ كربلاء والقيادات الأخرى. نؤكد أن هذه المناسبة لها أهمية كبيرة في نفوس المحبين والموالين، وهي مناسبة ذكرى الفتوى وأهمية الفتوى. كذلك هناك اهتمام كبير من الأخ رئيس الهيئة ورئيس أركان متابعة القيادات وتواجد جميع المديريات والمعاونيات التي حضرت مع الأخوة القادة والأخوة العامرين الذين اهتموا بهذا العمل الكبير. واليوم ينعكس ذلك للحضور الكبير للزوار الأجانب والعراقيين وازدياد هذه النسب نتيجة للاستقرار وللوضع الطبيعي والأمن العالي والجانب الأمن العالي. نرى اليوم ليس فقط في محافظة كربلاء وقيادة عمليات بغداد وعمليات سامراء للخطط الناجحة والتنسيق العالي مع قيادات الجيش وقيادات الشرطة، وأيضا لقيادة عمليات الفرات الأوسط انتشار كبير في الجهد الأمني في الساتر الأمامي، وكذلك اهتمام العتبات المقدسة وتنسيقها العالي وتقديم الخدمات العالية من قبل العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية وكذلك العتبة الكاظمية والعتبة العلوية في النجف. أيضا أؤكد عمل قيادة الفرات الأوسط لم يختصر في كربلاء، بل في كربلاء والنجف والديوانية وبابل، وهناك تنسيق مع الأخوة قادة الشرطة وانتشار كبير للحشد الشعبي بالتنسيق العالي مع هذه القيادات.